في هذه الاجواء الاخوان كانوا قاعدين متنمرين منتظرين مترقبين يركبوا على عبد الناصر وعلى الثوره، الا ان عبد الناصر ادهم بالجزمه وقال لهم انتوا فيكوا كل الصفات القذره، تجار دين، انتوا تجار وطنيه، انتوا عملاء، انتوا خونه، علاقتكم بالغرب مكشوفه بالنسبه لي، احنا رايحين نحارب، احنا رايحين نحارب وانتوا بتعطلونا، انتوا لكم دين واحنا دين، انتوا لكم وطن واحنا وطن. كشفهم عبد الناصر وفضحهم في اعقاب ثوره 23 يوليو. تعالوا افتكر معاكم ونفكركم بيه، قال ايه عبد الناصر على علاقه الاخوان بالانجليز؟ هفكركم بس، انا بقول ليه هذا الكلام النهارده؟ يا عم هو انت بتدخل الاخوان في كل حاجه؟ يا عم انت مالكش غير الاخوان؟ والله يا جماعه هم داخلين الاخوان في كل اللي بقوله. بقى انا بحتفل النهارده بثوره 23 يوليو 52 وبحاول على قد ما اقدر اقول جزء من الحقيقه، وبقول عبد الناصر وبقول نجيب وبقول السادات وبقول رفاقهم في هذا التوقيت كان فيه ذئب متربص اسمه الاخوان. كان ذئب عايز يسرق الثوره، وانتوا فاكرين اللي قاموا ب 25 يناير فاكرين الاخوان سرقوا منكم ايه؟ ده اللي حصل. وهربط التاريخ اللي كان الاخوان بيعملوه زمان مع عبد الناصر كان بيفكروا يعملوه دلوقتي في نفس التوقيت. تعالوا نشوف عبد الناصر قال لهم ايه. في سنه 54 كنا بنتفاوض مع الانجليز علشان الجلاء، وفي نفس الوقت كان الاخوان المسلمين يعقدوا اجتماعات سريه مع اعضاء السفاره البريطانيه، واقول لهم ان احنا سنستطيع ان نستولي على السلطه وسنستطيع ان نعمل كذا وكذا، وتفاوضوا معانا. وكان الاخوان المسلمين كحزب لا يمثل ابدا الشعور اللي بنشعر به في مصر. المرشد لحزب الاخوان المسلمين في هذا الوقت ايام ما كنا بنحارب في القنال سئل ايه موقفكم بالحرب في القنال؟ قال احنا والله دعوه واسعه، انتوا هنا في مصر قد تكون مصلحتكم انكم تحاربوا في القنال، واحنا نرى ان المصلحه ان نحارب في بلد اخر. دي دعوه الاخوان المسلمين. كلام كله تضليل وكلام كله تجاره بالدين. الكلام ده من 67 عام، من 67 سنه، ورئيس مصر في هذا التوقيت بيقول هذا الكلام، والناس تحت بيقولوا تحيا مصر، والاخوان بيقولوا الخراب كله لمصر. التاريخ بيعيد نفسه، التاريخ شغال وكانه كائن حي، واحنا بنقول للناس نفس الكلام. عبد الناصر وصل كشفه وفضحه لهذه الجماعه انه قال دول اصلا لا اخوان ولا مسلمين. نستمع اليه. احنا لا نستطيع ان نقامر بمكاسبنا اللي حققناها في ال 13 سنه اللي فاتت، ولا نستطيع ابدا ان نتهاون في مصيرنا، ان نسلم انفسنا لاعوان الاستعمار والرجعيه مهما كان اسمهم، ولو كان اسمهم اخوان مسلمين. احنا كلنا نعرف ان الاسلام في هذا ليس الا خديعه علشان يضحكوا بيها على عقول الناس وينضموا ليهم. اما هم لا هم مسلمين ولا هم اخوان، هم ناس حاقدين، حاقدين الحقد يملا قلوبهم ويملا نفوسهم. قيادتهم الموجوده في الخارج تعاونوا مع حلف بغداد، تعاونوا مع الدول الاستعماريه، تعاونوا مع جميع اعدائنا، تعاونوا مع الرجعية العربية، وأثبتوا بالدليل الواضح أن حزب الإخوان المسلمين أو حركة الإخوان المسلمين ليست إلا حركة تعمل لحساب الاستعمار وحساب الرجعية، يمولها الاستعمار وتمولها الرجعية. ونحن حسب مبادئنا لن نسمح لأعوان الاستعمار ولا أعوان الرجعية
أن يكون لهم أي مجال ولا أي نشاط بيننا، لأننا بهذا نؤمن مستقبلنا ونؤمن النجاح اللي حصلنا عليه. الإخوان قالوا على عبد الناصر أنه كافر، وقالوا على عبد الناصر أنه يهودي، وقالوا على عبد الناصر ما قال مالك في الخمر. هو نفسه بيقول كفرونا، دول كفرونا. تعال نستمع إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. يقولوا أن كل هذا الشعب شعب كافر، ومحدش مسلم غيره، وهم عليهم أنهم يستولوا على السلطة وربنا اللي يحكم مش الإنسان اللي يحكم. طب إزاي ربنا يحكم إلا إذا كان ليه رسول؟ كلنا عارفين في أول الإسلام كان هناك رسول يقول لك إن إحنا نرفض التمثيل الشعبي، نرفض البرلمان، نرفض كل هذا، ولكن حكم الله. مين حكم الله؟ المرشد أكبر واحد فيهم هو خليفة الله وهو رسول الله. وإحنا كلنا كفرة، مش إحنا بس، كل العالم، كل الدول العربية حتى اللي هم قاعدين فيها النهاردة، وكل الدول العربية دي كافرة بملوكها برؤسائها، بكل واحد فيهم كافر. ده الكلام اللي قالوه، وما حدش مسلم غير الإخوان المسلمين. نفس الكلام، نفس الكلام، نفس المفردات، نفس غباء الإخوان، متوارث جيل بعد جيل. نفس الكلام اللي قالوه على الراجل بيقوله دلوقتي، نفس الكلام هو هو. تعالوا نشوفوا الرئيس عبد الناصر بيفضحهم، يفضح تنظيمهم السري، ويفضح خيانتهم وعلاقتهم بأجهزة استخبارات أجنبية. كلم هذا الكلام الراجل وشرح ووضح وفضح. تعالوا نشوفه بيتكلم على التنظيم السري. في سنة 65 مسكنا مؤامرة الإخوان الجديدة، الجهاز السري وخطط الاغتيالات والتدمير.